السلام عليكم. بغيت نقول واحد الكلمة في حق السيدة ناجية نادر، أنها الأخير في العائلة كاملة، وما كاينش بحالها في المحنة وفي الطيبوبة ديالها. ومن بكري، من النهار اللي التحقت بهذه الأسرة وهي كدير الخير في الناس وما كتبغيش تبان، وأول خطرة غادي تبان، وغير الظروف اللي خلاتها تبان، هي ما كانتش باغية تبان، وهي ما عندها حتى علاقة لا بالسياسة لا ب فهمت سيدة باغا وسام ولا باغا ولا هذا، هذيك غير هضره خاويه. الله يهدي الناس، هذا هي في غنى عندك شي وما محتاجش ليه، وما كيهمهاش اللي كينتقدوها. اللي بغى يقول شي حاجه شغله هذاك وحياته، هذاك هو حر يقول اللي بغى، وعندها مازال بزاف ديال الحوايج زوينين، بزاف ديال المشاريع باغيه ان شاء الله تطبقهم في المستقبل، وان شاء الله ما غيشوفوا منا الناس غير خير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.